اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدموا ثلاثه مواقع لربح عمله الدوج كوين على الفوست باي والا محفظه اخرى. اشترك في القناه، تفعيل الجرس بصوركم كل جديد يخص العمل وربح انترنت قناه عالم امين. واللي عنده اي سؤال واي استفسار يجي متواصل معنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، الرابط تلقاوها في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق مثبت. وقبل ما نمشيو الى مواقع الدوج كوين، ما تنساوش تزوروا موقعنا الربحي مامين ايرن لربح رصيد فوست باي باير وباينانس، رابط القهوة في صندوق الوصف. خلينا الآن نمشيو إلى المواقع. الموقع الأول واللي هو لارفل فوست، رابط القهوة في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت. كل المواقع اللي باش تحطوا عليها في هذا الفيديو تلقاوهم في صندوق الوصف. بطبيعة الحال ما عليك إلا تسجل وتفعل حسابك، طريقة سهلة وبسيطة جدا. خلينا الآن نسحبه ونشوفه بعد ذلك طرق الربح. نضغط على رصيدي في الموقع. يمكن تربح عملة البيتكوين، الليتكوين وكذلك الدوتش كوين. انا باش نسحب عبر الدوتش كوين. تكمل الكابتشا وفي هذا المكان فوست باي وولت، تضغط على ويثرو. البريد تلقاه معناتها تضيفه في السيتينج. بتمت عملية السحب بنجاح، لكن في هذا المكان يقول لي ستصلك الارباح بعد 7 ايام. خلينا نتأكد ونشوف فوست باي. نعمل تحديث للصفحة. الأرباح لم تصل، لكن أنا الحقيقة سحبت منه العديد من المرات ومن أصدق المواقع لربح عملة الدوج كوين والليت كوين وكذلك البيتكوين. خلينا نشوف طرق الربح. عندك الأيرن كوين، هناك الفيزيت شورت لينك، هذوما روابط مختصرة تتجاوز وما تتحصل على النقاط، العديد من الروابط المختصرة. تضغط على كليك هير تتجاوز الرابط وتتحصل من خلاله على نقاط. الطريقة الثانية للربح هي عبر مشاهدة الإعلانات. هذه إعلانات، على سبيل المثال تضغط على هذا الإعلان تنتظر 60 ثانية تحصل على 400 كوين. وإعلانات أخرى بطبيعة الحال كل إعلان لديه فترة زمنية معينة وأرباح معينة. نشوف الطرق التي تليها. عندك الفوست، إنك تكمل الكابتشا. بطبيعة الحال هنالك بومب باندر، وكما قاعدين نشاهدوا تحصلنا على 65 كوين. به نرجع نشوف الطرق التي تليها. عندك الأوفر بول، ثم البيت لابس، الوانداس، العديد من يعني شركات العروض اللي تعرفوها شباب. مع أفضل طريقة للربح هي عبر إكمال العروض وإكمال الاستطلاعات. نشوف كذلك التاسك، هنالك مهمة هذه تنجزوها كذلك. الأرن في هذا المكان دادي ريورد والكونتست، هذه هما مسابقات تجمو تربحو من خلالهم. والربح عبر رابط الإحالة، هذا رابط الإحالة تنسخو وتروجو على أوسع نطاق. أي شخص سجل من خلالك ويشتغل على الموقع غادي تاخو نسبة مئوية من الأرباح. الآن هذا بالنسبة للموقع للرفوست، وإن شاء الله ننشركم إثبات سحب في معناتها في القناة في منتدى اليوتيوب وكذلك الصفحة الرسمية الخاصة بينا على مامين. الموقع الثاني واللي هو أد دوغ، سابق كان نسخة، الآن أصبحت نسخة أخرى أسهل باش نكتشفوها الآن. بطبيعة الحال رابط التسجيل تلقاوها في المقالة اللي موجودة في صندوق الوصف. تضغط على كلمة ايرن وتضع البريد الإلكتروني اللي أنت مسجل به في بيقبل كل شيء. هو يدعم البيتكو والت، يعني أول مرة نسمع بها راهو الصراحة، لكن ما سهلة جدا. تضغط على ريجستر هير والبيتكو والت تحولهم إلى الفوست باي. فبالتالي تكتب اليوزر نيم، البريد الالكتروني، الباسورد، عاد كتبت الباسورد، مع تختار الرمز اللي يقول لك عليه وتضغط على الريجستر وتدخل الى حسابك. حتى تدخل الى الحساب ما عليك الا تفعل حسابك باش يرسل لك رابط لتفعيل بيتكو وولت. الان انا باش ندخل الى حسابي. لحظه فقط شباب، هذا هو تعمل اي اجري. لحظة فقط شباب باش نشوفوا الموقع من الداخل. هذه العملات التي يدعمها. كما قاعدين تشاهدوا منذ قليل سحبت على الأدوك. به البريد الإلكتروني اللي أنت سجلت به في البيتكو وولت تكتبه في هذا المكان. عندك هذه من العملات اللي يمكن تربحهم. احنا دوتش كوين، نضغط على هذا المكان. باش تعمل يعني انك تعمل الفوست ما عليك الا تعمل
زوز سيرفينغ يعني تشاد اعلانين وتتجاوز رابط مختصر على الاقل حتى تتحصل على السيرفينغ. بها احنا نشوف السيرفينغ الان انك تشاد اعلانات، نضغط على ايرن به ونضغط على فيو، فيو اد، ستفتح لنا نافذة اخرى، ننتظر قليلا، نضغط على ستارت، هذا هو الاعلان، تمت العملية بنجاح. كما قاعدين تشاهدوا نضغط على ترجع للصفحة، تختار اللوجو المناسب وتضغط على كليم، تمت العملية بنجاح. الأرباح باش نلقاوها في البيتكو وولد، نعمل تحديث للصفحة الآن كما قاعدين تشاهدوا موجودين في البيتكو وولد، نعمل سحب، نضغط على ويدرو فوست باي، هذا المبلغ نعمله ماكس في هذا المكان، نخليه بالبريد الإلكتروني اللي احنا مسجلين به في الفوست باي، ونختار هذا ونضغط على ويدرو، تمت العملية بنجاح. علينا نمشي الفوست باي، نعمل تحديث للصفحة باش نجد البيتكو وولد فور نت ودوتش كوين نورمال بايمنت 12 سبتمبر كما قاعدين اتشاهد. بهذا بالنسبة لمشاهدة الاعلانات، هنالك اعلانات اخرى كما قاعدين تشاهدوا في هذا المكان، تضغط على فيو اد وتشاهد الاعلان وتحصل من خلاله على ارباح. خلينا نشوفوا الطرق الاخرى، موجود شورت لينك، تختار العملة التي تريد سحبها دوتش كوين، وهذه الروابط المختصرة التي يمكن أن تتجاوزها، أرباح تعتبر جيدة، تضغط على جو تتجاوز الرابط وتحصل على نقاط. تشوفوا طرق أخرى، عندك البيتكو تاسك، نشوفوا من بعضنا أنك تشاهد إعلانات، تضغط على فيو آد تشاهد الإعلان وتحصل كذلك على نقاط. نشوفوا آخر طريقة للربح تقريبا، وهي عبر رابط الإحالة. في هذا المكان تكتب البريد الإلكتروني اللي أنت مسجل به في البيتكو وولت وتضغط على Get Referral Link، بالتالي تحصل على رابط الإحالة الخاص بك، تنصح وتراجع على أوسع نطاق أي شخص سجل من خلالك واشتغل على الموقع، تحصل على 10%، لكن هنالك شرط اللي هو الشخص المحال معلي إلا يعمل 500 Activity Points. هذا بالنسبة للموقع الثاني AdDog. نمشيه الآن إلى الموقع الثالث واللي هو Earn Pep ولا Earn Pepe، في صندوق الوصف كذلك في أول تعليق مثبت تلقاو الموقع. شوفوا الطرق، خلينا نسحبه الآن من الموقع، نضغط على كلمة withdraw faucet buy ونختار العملة واللي هي دوتش كوين، نضغط على ماكس في هذا المكان، تخلي البريد الإلكتروني اللي أنت مسجل به faucet buy، وكما قاعد تهدو باش توصل لنا 0.02 من عملة الدوتش كوين، ونضغط على withdraw، ننتظر قليلا، تمت العملية بنجاح. نمشي الفوست باي، نعمل تحديث للصفحة كما قاعد تهدو earnpep.com 0.02 من عملة الدوتش كوين 12 سبتمبر نورمال بينت، هذوما الثلاثة مواقع صادقين ويدفعوا إلى الآن. خلينا نشوفوا طرق الربح، عندك عبر رابط الإحالة، تضغط على كوبي، تنسخ وترجع على أوسع نطاق أي شخص سجل من خلالك واشتغل الموقع، أنت تحصل 30% عمولة على الأرباح متاع الفوست الشورت لينك والبي تي سي. باهي هذوما الكونتست، هنالك مسابقات تجمو تشتركوا فيهم حتى الأكثر ناس تجاوزوا روابط مختصرة، الأتشيفمنت كذلك، صرت ما أنت معناتها تجاوزت 40 اعلان والا تجاوزت 60 رابط مختصر تتحصل على النقاط، لا اعرف يوميا ام طيلة عملك في الموقع. هنالك المانيوال فوست كذلك، لحظة فقط شباب، هذه المانيوال فوست تحصل على 8.2 بيب، ليكم بعد الحال تسحبهم اي لاي عملة تريد. به كليم، تمت العملية، لا نعمل كابتشر كما قاعدين تشاهدوا ونضغط على كليم،
تمت العملية بنجاح، عندك الـ PTC شهادة الإعلانات كما قاعدين تلاحظوا، هذه إعلانات تضغط على View Ad وتتحصل على النقاط، وكذلك الشورت لينك هذه كلها روابط مختصرة تضغط على Visit تجاوز الرابط تحصل على النقاط، وكذلك الأوفر وول هنالك التيم وول، تيم وول فقط. كان هذوما ثلاثة مواقع، إن شاء الله نلتقي في مواقع أخرى لربح عملات رقمية مجانا سواء دوتش كوين وإلا USDT ترون ليت كوين، أي عملة تريدون أن تربحوها مجانا اكتبوها في التعليقات ولا تواصلوا معايا على الخاص. نلتقي إن شاء الله في مواقع أخرى ومجالات جديدة للعمل وربح من الإنترنت بقرية على ممين. الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.